مرحبا بكم مرة ثانية في تتمة الفصل الأول المرتبط بالسلاسل الجبلية الحديثة وعلاقتها بتكتونية الصفائح. سبقت الإشارة في الحصة الماضية إلى أن السلاسل الجبلية الحديثة تتواجد في مناطق محددة. هذه المناطق تتميز بتقارب الصفائح، وتم تمييز ثلاث أنواع من السلاسل الجبلية: سلاسل الاصطدام، سلاسل الطفو، وسلاسل الطمر. طرحنا تساؤلات تتعلق بالخصائص البنيوية والصخرية والجيوفيزيائية المميزة لكل نمط من السلاسل الجبلية، ثم كيفية استثمار هذه المعطيات الجيولوجية لتحديد مختلف مراحل تشكل السلاسل الجبلية الحديثة. فقط للإشارة، هناك نوع رابع من السلاسل الجبلية ويتعلق الأمر بالسلاسل الضم قارية، لكن سوف لن يتم التطرق إليها خلال هذا الفصل. إذن أول نوع من السلاسل الجبلية الذي سوف نتطرق إليه هي سلاسل الطمر، وسوف نأخذ كنموذج لهذا النوع من السلاسل الجبلية جبال الأنديز. إذن فما هي المميزات البنيوية والصخرية والجيوفيزيائية التي تميز هذا النوع من السلاسل الجبلية؟ إذن تتميز سلسلة جبال الأنديز بخصائص بنيوية صخرية وجيوفيزيائية. لتحديد هذه الخصائص وربطها بظاهرة الطمر، نقترح استثمار الوثائق التالية. لدينا الوثيقة الأولى التي تمثل تموضع سلسلة جبال الأنديز على مستوى القارة الأمريكية الجنوبية. إذن ما يمكن استخلاصه من خلال هذه الوثيقة أن سلسلة جبال الأنديز تتموضع على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية الجنوبية، حيث يمكن أن يصل طولها إلى حوالي 10,000 كيلومتر، وعرضها لحوالي 500 كيلومتر، وعلو قممها يمكن أن يصل إلى أكثر من 700 كيلومتر. دائما في المميزات البنيوية والصخرية والجيوفيزيائية، سوف ننتقل إلى الخصائص الجيوفيزيائية لمناطق التمر. إذا لدينا الوثيقة 2 تمثل توزيع البؤر الزلزالية بمنطقة جبال الأنديز حسب المقطع أبي. إذن حسب المقطع أبي. إذن من بين المميزات الطبوغرافية لسلسلة جبال الأنديز وجود حفرة محيطية عميقة يمكن أن يصل عمقها تحت سطح البحر إلى حوالي 11 كيلومتر. يتعلق الأمر بالحفرة المحيطية. ثم هناك تضاريس عالية تمثل السلسلة الجبلية. هذا بخصوص المميزات الجغرافية. بالنسبة لهذه الوثيقة يمكن أن نستخلص من خلالها نلاحظ النقاط التالية، فهي تعبر عن البؤر الزلزالية بهذه المنطقة. نلاحظ أن عدد هذه البؤر الزلزالية فهو كثير، هذا دليل على أن منطقة جبال الأنديز تتميز بنشاط زلزالي كثيف، كما أن عمق هذه البؤر الزلزالية متغير، في حيث نجد بؤر قريبة من السطح، بؤر متوسطة العمق، وبؤر زلزالية عميقة. أهم ما يمكن استخلاصه من خلال هذه الوثيقة أن هذا التوزيع للبؤر الزلزالية لا يتم حسب مستوى مائل. إذن كتلاحظوا انطلاقا من الحفرة المحيطية في اتجاه القارة وليس في اتجاه المحيط. هذا المستوى الذي تتوزع حسبها البؤر الزلزالية يسمى مستوى بنيوف.
ننتقل إلى الوثيقة الثالثة والتي تعبر عن تغير منحنيات درجة الحرارة بمنطقة التمر بنفس المنطقة. إذن منحنيات درجة الحرارة لدينا حفرة محيطية، لدينا القارة الأمريكية الجنوبية، المحيط الهادي. إذن نلاحظ بأن إذا أخذنا أحد هذه المنحنيات فتكون عادية وأفقية مثلا بالنسبة لألف دوغري سيلسيوس، لكن كلما اقتربنا من الحفرة المحيطية نلاحظ أن هناك انخفاض لهذه المنحنيات أو لهذا المنحنى. عندما نتجاوز الحفرة المحيطية يعود هذا المنحنى للارتفاع، نلاحظ أن هناك ارتفاع على مستوى السلسلة الجبلية ليعود بعد ذلك إلى مستواه العادي. إذن يدل انخفاض منحنيات درجات الحرارة على مستوى الحفرة المحيطية على أن التدفق الحراري منخفض أو أن هناك شدود حراري سلبي، بينما يدل ارتفاع منحنيات درجة الحرارة على مستوى السلسلة الجبلية على أن التدفق الحراري مرتفع أو بمعنى آخر أن هناك شدود حراري إيجابي. سوف نعود فيما بعد لتفسير هذا التوزيع للبؤر الزلزالية ولمنحنيات درجة الحرارة. بالنسبة للمميزات البنيوية والصخرية، فانطلاقا من الوثيقة التالية التي تمثل مقطع جيولوجي جبال الأنديز البيروفية، إذا لدينا المنطقة الساحلية، السلسلة الغربية، هضبة ألتيبلانو، ثم السلسلة الشرقية. إذا نلاحظ هذه الخطوط السوداء فهي عبارة عن فوالق، كما نلاحظ أن الطبقات الحقب أو طبقات الحقب الثاني فهي مطوية، وبالتالي نلاحظ بأن المنطقة تتميز بتشوهات تكتونية عبارة عن طيات وفوالق معكوسة. بالنسبة للمميزات الصخرية فنلاحظ من خلال المفتاح أن هناك كتل جرانيتية عبارة عن بلوتونات الجرانو جرانيتويد، ثم لدينا هنا إذن بركانية أنديزيتية. إذن تتميز سلسلة جبال الأنديز بتشوهات تكتونية عبارة عن طيات وفوالق معكوسة، وبمميزات صخرية خصوصا بركانية أنديزيتية ذات طابع انفجاري وبلوتونات جرانيتية. سوف نركز خلال هذا الجزء على دراسة المميزات الصخرية لمنطقة الأنديز. قلنا بأنها تتميز ببركانية أنديزيتية، والصخرة التي نصادفها على مستوى هذه البراكين عبارة عن صخرة الأنديز كما تظهر الصورة التالية. بالنسبة للملاحظة المجهرية لهذه الصخرة فنميز معادن كبيرة القد، ثم العديد من المعادن الصغيرة القد، ثم اللون الأسود يعبر عن عجين زجاجي. سبق أن تطرقنا لهذه النوعية من البنية عند دراسة صخرة البازالت، هذا دليل على أن صخرة الأنديزيت تتميز ببنية ميكروليتية. بالنسبة لصخرة الجرانوديوريت أو الجرانيتويد فنلاحظ بأن نوع من عبارة عن نوع من الجرانيت، معادن كبيرة القد وكاملة التبلور، وبالتالي فهي ذات بنية محببة. إذا الجدول التالي يلخص مميزات كل هاتين الصخرتين. إذا بالنسبة للجرانيتويد أو الجرانوديوريت فهي عبارة عن صخرة صهارية بلوتونية لأنها تتصلب في العمق، ثم تميز ببلورات كبيرة وذات بنية محببة. بالنسبة للأنديزيت صخرة صهارية بركانية لها بنية ميكروليتية و
بلورات مختلفة القد تدل على مراحل مختلفة لتبلور وتصلب هذه السهارة، أصل هذه الصخرة. إذن كتلخيص لما سبق ذكره، تتواجد سلاسل جبال الأنديز على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية الجنوبية، كما تتميز ببؤر زلزالية بنشاط زلزالي كثيف، حيث تتوزع هذه البؤر الزلزالية حسب مستوى مائل انطلاقا من الحفرة المحيطية في اتجاه القارة يسمى مستوى بنيوف. فقط للإشارة، فانحدار مستوى بنيوف يختلف من منطقة إلى أخرى، بحيث يمكن أن يكون شديد الانحدار في مثلا جزر الماريان والفلبين، وضعيف بساحل الشيلي. لاحظنا كذلك أن هناك انخفاض لمنحنيات درجة الحرارة على مستوى الحفرة المحيطية، وهذا دليل على أن التدفق الحراري ضعيف بالحفرة المحيطية، أي أن هناك شدود حراري سلبي، بينما هناك ارتفاع لمنحنيات درجة الحرارة على مستوى السلسلة الجبلية، أي شدود حراري إيجابي. نفسر كل هذه التمظهرات الجيولوجية المميزة لمناطق التمر بانغراز مادة باردة التي تسبب هذا الشدود الحراري السلبي في العمق، وهي عبارة عن صفيحة محيطية بسرعة تقدر ببضع سنتيمترات في السنة. إذن كما سبقت الإشارة خلال المميزات الصخرية لمنطقة أو لمنطقة الأنديز، لاحظنا بأنها تتميز بصخور صهارية الأنديزيت وبلوتونات الجرانو ديوريت. التساؤل الذي يطرح نفسه، ما هو أصل هذه الصخور أو نشاط الصهاري الناتج عن هذه الصخور؟ يمثل المنحنى التالي ظروف انصهار صخرة البيريدوتيت تجريبيا بطبيعة الحال. لدينا محور خاص بدرجة الحرارة، لدينا المحور الخاص بالعمق، ثم المحور الخاص بالضغط. إذا نلاحظ ثلاث منحنيات في هذا المبيان. هناك المجال أو المنحنى الأول يعبر عن بداية انصهار الجزء للبيريدوتيت غير المميه، يعني في غياب الماء. ثم لدينا بداية الانصهار الكلي لصخرة البيريدوتيت. إذن قبل أو الجزء الذي يتواجد قبل منحنى بداية انصهار الجزء للبيريدوتيت غير المميه، أو بداية يسمى كذلك بداية التصلب، تكون صخرة البيريدوتيت في الحالة الصلبة. بعده تبدأ صخرة البيريدوتيت في الانصهار جزئيا، بحيث نجد جزء سائل وجزء صلب. ثم منحنى بداية الانصهار الكلي، فهنا الانصهار التام لصخرة البيريدوتيت. المنحنى المتقطع بالأحمر فهو يمثل درجة استعيادية لمنطقة التمر، بمعنى كيفية تغير درجة الحرارة بدلالة العمق على مستوى منطقة التمر. إذن نلاحظ بأن تغيرات درجة الحرارة تمر في الجزء الصلب، بحيث لا يتم تقاطع منحنى بداية انصهار صخرة البيريدوتيت المكونة للرداء مع منحنى الدرجة السعيرية. إذن أول فكرة يمكن استخلاصها من تحليل هذا المبيان أنه في غياب الماء لا يتقاطع منحنى بداية الانصهار الجزئي للبيريدوتيت مع منحنى الدرجة السعيرية لمنطقة التمر، مما يعني عدم تحقق ظروف الانصهار الجزئي لصخرة البيريدوتيت التي تبقى في الحالة الصلبة. ننتقل الآن إلى نفس المبيان، ولكن هذه المرة مع تغيير ظروف انصهار صخرة البيريدوتيت. لاحظوا
إذا أصبحت هنا الظروف مميهة بمعنى وجود الماء. إذا المنحنى السابق الذي لم يتقاطع مع منحنى الدرجة السائلية لمناطق التمر، لاحظوا معي تغير وأصبح يتقاطع مع منحنى الدرجة السائلية لمناطق التمر. إذا في هذا الجزء لاحظوا معي النقطة التي كانت في الحالة الصلبة أصبحت في المنطقة التي بدأ فيها الانصهار الجزئي لصخرة البيريدوتيت. إذا ما يمكن استخلاصه من خلال هذا الجزء الثاني من المبيان أنه بوجود الماء نلاحظ تقاطع منحنى بداية الانصهار الجزئي للبيريدوتيت مع منحنى الدرجة السائلية لمناطق التمر، أي تحقق ظروف الانصهار الجزئي لصخرة البيريدوتيت بين عمق حوالي 80 كيلومتر إلى حوالي 180 إلى 200 كيلومتر. بالنسبة لدرجة الحرارة لاحظوا معي هنا أصبحت 800 حوالي 800 دوغري سلسيوس. إذن الماء أدى إلى انخفاض درجة حرارة انصهار صخرة البيريدوتيت. إذن ما علاقة هذا المبيان بتفسير نشاط السهاري لمناطق التمر؟ إذن في غياب الماء لاحظنا عدم تقاطع منحنى بداية الانصهار الجزئي للبيريدوتيت مع منحنى الدرجة السائلية بمنطقة التمر، أي عدم تحقق ظروف الانصهار الجزئي. أما في وجود الماء فنلاحظ تقاطع بين هذين المنحنيين وبالتالي تحقق ظروف الانصهار الجزئي للبيريدوتيت في الظروف التالية: العمق، الضغط ودرجة الحرارة. إذن التساؤل على مستوى مناطق التمر، ما هو أصل أو مصدر هذا الماء الذي سوف يؤدي إلى نشوء سهارة المسؤولة عن تشكل الصخور السهارية بمناطق التمر؟ إذن الوثيقة التالية فهي تمثل الإطار الجيوديناميكي على مستوى منطقة التمر. لدينا هنا إذا القشرة المحيطية، لدينا الرداء العلوي، ثم بعد ذلك الأستينوسفير، لدينا القشرة القارية، ثم لدينا دائما الرداء العلوي والأستينوسفير. إذا ماذا يحدث على مستوى منطقة التمر؟ إذن على مستوى منطقة التمر تنغرز الصفيحة المحيطية، غلاف الصخري المحيطي الأكثر كثافة، تحت الغلاف الصخري القاري الأقل كثافة. إذن أثناء انغرازها تخضع صخور القشرة المحيطية، هنا نعود إلى التذكير، فمكونات القشرة المحيطية: رواسب محيطية، بازالت على شكل وسيدات، والجابرو. إذا ماذا سيحدث لهذه الصخور؟ هذه الصخور بعد انغرازها سوف تتعرض لارتفاع تدريجي مع ازدياد العمق لارتفاع الضغط ودرجات الحرارة، فتتحول إلى صخور متحولة. إذا قلنا على مستوى منطقة التمر يتم انغراز الصفيحة المحيطية حيث تخضع لصخور القشرة المحيطية، نخص بالذكر البازالت والجابرو، لارتفاع الضغط ودرجة الحرارة فتتحول لصخرة الشيست الأخضر، ثم بعد ذلك مع ازدياد العمق لصخرة الشيست الأزرق، ثم إلى الإيكلوجيت. للتذكير فصخور القشرة المحيطية تتشكل من معادن
مميها ومع انغرازها في منطقة التمر تخضع لارتفاع الضغط ودرجة الحرارة أي تحول، مما يؤدي إلى تحرير الماء. إذن تحرير الماء الذي ينتشر في الرداء الذي يعلو منطقة التمر، فتتحقق ظروف الانصهار الجزئي لصخرة البيريدوتيت، مما يؤدي إلى تكون صهارة التي تصعد نتيجة ضعف كثافتها في اتجاه السطح. يمكن لجزء منها أن يصل إلى السطح فيؤدي إلى تشكل بركانية أنديزيتية تتميز بطابع انفجاري، وفي بعض الحالات يمكن لجزء منها أن يتصلب في العمق على مستوى القشرة القارية مشكلا بلوتونات الجرانوديوريت أو الجرانيتويدات. إذن بإيجاز، أثناء انغراز الصفحة المحيطية في الأستينوسفير تخضع صخور قشرة المحيطية البازلت والجابرو لارتفاع درجة الحرارة والضغط فتتحول إلى شيست أخضر ثم إلى شيست أزرق ثم إلى إكلوجيت. يصاحب هذا التحول تحرير الماء الذي ينتشر في الأستينوسفير الذي يعلو منطقة التمر، فيصبح هذا الأخير تحت ظروف الانصهار الجزئي، مما يؤدي إلى تكون صهارة جزء منها يصعد إلى السطح مؤديا إلى بركانية أنديزيتية ذات طابع انفجاري، والجزء الآخر يتصلب ويتبلور في العمق مشكلا بلوتونات الجرانوليوريت أو ما ننعته كذلك بالنرجفية. هناك بنية أخرى تميز مناطق التمر وهي موشور التضخم. موشور التضخم الذي يتشكل على مستوى الحفرة المحيطية بحيث تعمل الصفيحة القارية الراكبة أو غلاف الصخري القاري الراكب على فصل الرواسب المحيطية التي تغطي الغلاف الصخري المحيطي أو الصفيحة المحيطية المنغرزة. هذه الرواسب تتراكم على مستوى وتتراكب على مستوى الحفرة المحيطية مشكلة موشور التضخم. إذن تكون الصفيحة المنغرزة أثناء التمر مكسوة بطبقات رسوبية تعمل الصفيحة الراكبة على كشتها وفصلها عن الصفيحة المركوبة فتشكل هذه الرواسب موشور التضخم. إذن انطلاقا من هذه المعطيات وهذه الخصائص، بالإضافة إلى معطيات الوثيقة التالية، ما هي مراحل تشكل سلسلة جبال الأنديز؟ إذن من خلال هذه الأشكال المبسطة، فسلسلة جبال الأنديز تتشكل على مستوى منطقة انغراز الصفيحة المحيطية لنازكا تحت الصفيحة الأمريكية القارية الجنوبية الأقل كثافة. أثناء انغراز الصفيحة المحيطية تخضع صخور كما سبقت الإشارة إلى ذلك، صخور القشرة المحيطية لارتفاع الضغط ودرجة الحرارة فتتحول، ويصاحب هذا التحول تحرير الماء، تحرير الماء على مستوى الرداء فتصبح صخرة البيريدوتيت المكونة له تحت ظروف الانصهار الجزئي مشكلة صهارة، جزء منها يصعد إلى السطح مشكلا بركانية أنديزيتية ذات طابع انفجاري، والجزء الآخر يشكل بلوتونات الجرانو ديوريت. مع تزايد القوى الانضغاطية الناتجة عن تقارب الصفيحتين الأمريكية الجنوبية وصفيحة نازكا، يخضع الجزء القاري لتشوهات تكتونية عبارة عن طيات وفوالق معكوسة، مما يؤدي إلى تشكل تضاريس عالية مكونة سلسلة جبال الأنديز. إذن كتلخيص لما سبق ذكره
بخصوص مراحل تشكل سلسلة جبال الأنديز. فقلنا أن سلسلة جبال الأنديز تشكل في منطقة غير الصفيحة المحيطية الأكثر كثافة تحت الصفيحة القارية الأمريكية الجنوبية الأقل كثافة. أثناء غير الصفيحة المحيطية في الأستينوسفير تخضع صخور القشرة المحيطية لتحول مصحوب بتحرير للماء الذي ينتشر في الأستينوسفير الذي يعلو منطقة الطرف في الصفيحة هذا الأخير تحت ظروف انصهار الجزء الممادي لتكون صهارة، جزء منها يصعد إلى السطح مؤديا إلى بركانية أنديزيتية ذات طابع انفجاري، والجزء الآخر يتصلب في العمق مشكلا بلوتونات الجرانوديوريت تحت تأثير ازدياد القوى الانضغاطية الناتجة عن تقارب الصفيحتين. تظهر تشوهات تكتونية طيات وفوالق وتضاريس عالية مكونة سلسلة جبال الأنديز التي تنتمي لسلاسل التمر. فقط للإشارة، فسبق أن لاحظنا بأن التمر الذي يحدث بمنطقة الأنديز عبارة عن انغراز لصفيحة محيطية تحت صفيحة قارية، ولكن يمكن أن نصادف نوعين آخرين من التمر. هناك تمر ضم محيطي أي انغراز صفيحة محيطية تحت صفيحة محيطية أخرى، أو تمر صفيحة محيطية قوس ناري، تمر محيط قوس ناري. وأفضل مثال على ذلك وهي اليابان. وشكرا على حسن انتباهكم. سوف نتطرق للسلاسل الطفو وسلاسل الاصطدام في الحصة المقبلة، والسلام عليكم.